كلاحظتوا هذه ان شاء الله كنضموا دابا كنوجدوا كنحضروا التنظيم الدوره 13 ديال المعاهد الكهرباء والدوره 8 ديال المعاهد الطاقات المتجدده وكذلك الدوره 7 المعاهد ديال التكنولوجيات ديال الالكترونيكيات. هاد السنه كنحضروا بالشرف ديال هاد التظاهرات كنضموهم تحت اشراف صاحب الجلاله نصر الله وكذلك تحت اشراف 4 وزارات اللي كيساندوا القطاع. اليوم سجلنا تقريبا 150 عارض جاي تقريبا مع 10 دول وكننتظروا ان شاء الله نوصلوا لواحد 10,000 زائر طيله 4 الايام ديال هذا المعرض. بالموازاه كاين عده انشطه علميه وبلادي تعرفها التظاهره. تقريبا كاينه شي 17 دوله افريقيه يعني طويل الحديث باش نهضروا عليها كامله ولكن هما كلهم اعضاء ديال لاكافيليك اللي هي الجمعيه الافريقيه ديال الكهرباء. انه الصحفيه هذه غادي ان شاء الله غادي نقدموا فيها هذا المعرض اللي غادي يكون دوره 13 ديال معرض الكهرباء المغرب. وهاد الدوره هذه الميزه ديالها هي الطاقات المتجدده وسميتو وعاوتاني مره اخرى ترحيب ضيوفنا الافارقه اللي كنا كنعتمدوا عليهم كثير في الصادرات المغربيه خصوصا في هذا الميدان ديال الكهرباء. وكنعرفوا هذا ميدان الكهرباء اليوم هو ميدان يا سميتو كيقدم حاجات كثيره في الصادرات المغربيه وحنا كنعاولوا عليه ان شاء الله وباش نقدموا ما المغرب يعمل في هذا الميدان. وغادي يكونوا ان شاء الله 150 عارض ونعتمدوا وعلى ان شاء الله واحد غادي يكونوا 10,000 ان شاء الله زائرين غادي يجيو من المغرب ومن ان شاء الله من القاره الافريقيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.